هل التمرد هو من يصنع الجماهيرية أم أن الجماهير أو الشخص الجماهيري يتمرد لأن عنده جمهور؟ أدوك بما أنك دائما صادق على غامدي تباً لعزيز لا لا مو كيف كان بكتاك بما أن تكلم عن المخالفات في بداية توقيع العقود مع الشباب كان هناك أحد البنود التي تقول أنه ما تم مصادرته من أجهزة ذكية يتم مصادرته نهائيا. نعم يعني أنا أخذت منك جوال؟ أيوة مالك عندي حاجة لأنك مخير لا لا دقيقة ما أثبت ما أنت مخير يعني تحت أمرين الجوال صادر ولا دقدق فلوس شرط زايد تفضل لأن أنك خالفت لا تجيب لي جوال البند البند الثامن فقرة باء يقول إن الشرط الجزائي الذي قيمته كذا يدفع في حال خالف المتسابق البند الرابع من هذا العقد، البند الرابع اللي يحكي شروط البرنامج. حبيبي في 12 برو ماكس انا شايفه قبل يومين ابيض كذا ايفون انا احتاجه لا لا انا فهد بنبسط اسمع انا لا يا شباب لا يا شباب انا مستعد اجي عند المتسابق حلو هذا عقدك وهذا الجوال وهذا شرط جزائي اختر عن ايها تتنازل. لا تكونوا لينين هينين بعد برنامج والله ما يشله والله هل يعني تعلم اني قمت باجراء المطرقه لتكسير الشاشات يا سلام نعم والله يقوم لا 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 يا اخي عطني يا اخي لا تستهبل يا اخي تصور تقدر تجيب مشاهدات والله والله العظيم عندي ولد اختي بيعطيني الجوال عليه بقول هديه بقى هذا 14 و12 والله احنا نفكر الان نجمع اذا جاء عدد الطاقم ان شاء الله نعطيكم هدايا ايفونات وتعال شيء مع مهندس اي مستخدم استخدام حشمه اقسم بالله في ثلاثه جدد كراتينها اقسم بالله بجدد ابو اسره تعاملت عموما خذيت سلكين وهذا خذ سلكين والله فيش والسلك معطيه فيش والله فيش انا كرت للامانه فيش اصلي تايب سي طيب ابغى الاسل ابغى ودي اطلع من المحور تمام خلونا في المحور عزيز عندك تعليق من ناحيه الجوالات من ناحيه تسليط الضوء على انه الشخص الغير منضبط واكثر نجوميه يا لا شخص مثل ذا بعد عشان ما تهاوش انه بس مو شخص انت يا مسلم هو يناقش مو انا يا مسلم اوكي طول اليوم عزيز ايش بلاك انت ابو بخصوص ان الجوالات انا اقول المفترض انك ما تخيله بين انه ياخذ جواله وانه يدفع الشرط الجزائي دفع الشرط الجزائي يدفع قيمة 1000 جوال لا 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 خالفك الرأي لا تكون ظالم يا أخي لا تكون ظالم أنت يا ما تكون مجحف يا تكون ظالم يا أخي اتق الله يا أخي أنت عن أي رأي تتحدث يا أخ عزيز كيف كذا يا أخي كلم دق على تبغى دق على مين سلطان دق على أنا أعطيك قيمة إعلام هل هذا ما كان سيعزز له سلطان الهميلي معنا نعم من السلطان من هو؟ الهميلي لا الهميلي 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 لا فهل هذا الشيء اللي كان يسمع أن السلطان يمرع الجمهور؟ تبصدك والله أنا أشوف هذه السياسة جيدة ما صودر فهو حلال الجمهور لا الجمهور يقول جملة لا والله اتفقت مع حق اتصالات يفك لاي كلاود 75 ريال الجمهور يقول وليد قشران مثال قريب أنه من أكثر الشباب انضباطا وحقق جماهيرية سلطان الهميلي مثال ليس شرط انا اعتقد ان الجماهيريه مرتبطه بالشخصيه شوف ابو عبد الله المخالفه هو حدث يصير مره مرتين في البرنامج عشان كذا احنا قررنا ان اي مخالفه تمام ما يتعلق بالجوالات بالذات خصم 8000 لا كان 15000 15000 اي 15000 والله يحفظك جوالك يصادر وانتهى انا عندي وجهه وصاروا هم اصلا ما يعترفون عندي وجهه نظر في الوسط شوف الناس تقول العرب تقول ان اذا مدحتم فخففوا واذا هجوتم فاكثروا فان الشر لا يمل حلو التمرد جميل بحدود المعقول اي لا تجعل التمرد هذا يصبح مقيت مثل سلمان الملهي مثلا مثل محمد الفرح هذا تمرد مقيت اصنع النجوم تمرد على الشاشه عرفت العب خليك فرايحي انبسط تمشكل مع النقاد اصنع احداث جيده مع زملائك مع العناصر اللي في الشاشه لكن تمردك من خلف الشاشة هذا لا يعني نجاحك نهائيا لأن الاستبعاد يصبح مثل فورت البيبسي ترجي لك بيبسي رجه 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 فكه إلا اللي يستغل زين يا أخي حتى نادر حتى إيه؟ لو أنت بحثت عن جماهير أعطيك حاجة أكمل دائما بعد أي برنامج واقعي عد سنة ونص تبخر عادوا القناة لأن هناك لأنك أنت داخل أكاديمية إعلامية أشوف أن المربح المهم من برامج الواقع هو فن طريقة التعامل مع الكاميرا أضف عليها العلاقات العلاقات مهمة أنت من جاي تجمع خمسة خلينا نتكلم عن 150 ألف من الجمهور كم يبقون تجي نسخة بعدك
ونفس الجمهور عند علي ترى نفسهم، عند عزيز نفسهم، عند فهد ويختلفون. الذكي هو من يستطيع الخروج من دائرة جمهور معين إلى دائرة أخرى، إلى يجمع أكبر قدر من الدوائر. الجماهير هناك واعي، هناك جمهور واعي، لا يمقت هذا التمرد، يمقت هذا التخريب. بلس يا فهد ناهيك انك تقتل فرصك في القناة. بلس حتى لو انت انتقلت من دائرة ألف لدائرة باء، هل أنا حافظت على احترامي مع الدائرة الأولى، مع الجمهور، مع الإدارات، هذه نقطة، مع شركات الإنتاج اللي عملت معها، ولا والله جالس أطلع من الدائرة الأولى أخسر الجميع هنا أكسب فقط جمهور، أطلع الدائرة اللي بعد أخسر الجميع أنتقل الدائرة اللي بعدها؟ لأن معليش أنا زي ما قلنا قبل، زي ما النجوم يتحدثون مع بعض، كبار التجار والمعلنين والمنتجين يسولفون مع بعض، يجتمعون مع مجالس، يقول ترى فلان فلاني اللي تعلن عنده لا تعلن عنده يا أخي. ليش تروح بعيد؟ والله ليش تروح بعيد؟ أعطيك شغلة، أنت أكثر من مرة نجلس تقترح أنت مقدم، والله تجربتها معنا كانت قديمة سيئة، حنا نقترح مواد، والله تقول عملت أنا مع والله رجل غير ملتزم، والله الرجل سيء أخلاقه، والله إحنا بيننا لا تروح بعيد أنت. أنت تعكس الصورة، أنت تعكس الصورة نمطية عنك في المستقبل. هذه نقطة مهمة لابد يعني أنت تتعلمها. لذلك أنا أبو عبد الله، إن حتى يعني مثلا نبدأ نطبق العقوبات اللي في العقد، لا يخرب البرنامج يعني. لا سيطبق النظام بصرامة على الجميع، لن نجامل أحد، وهذه سياسة. أنا بالنسبة لي أتمنى خلال البرامج القادمة استبعاد كلمة استبعاد، خلاص حذفها من القاموس. استبعاد كلمة استبعاد خلاص حذفها من القاموس. ما عاد امسك الباب أبو سلطان، لا ما عاد تطبيق الشرط الجزائي مثل ما يقول فهد. أنا أتمنى يوم من الأيام أشوف لي رجال في إدارة يتلوى على الشرط الجزائي، لأني أبغى أضحك عشان لما نقول لك امشي سيدة تعي، يا ابن الحلال امشي سيدة تعي، طبق الشرط الجزائي، اعرف كيف تطلع الفلوس دي تمام وسدده، والله يستر عليك، عشان لما يطبق والله سيصبح عبرة لمن لا يعتبر لمدة 10 سنوات. نعم لا يا حبيبي، في إدارة في شرط جزائي. إذا وشو؟ أنا لي خطوط حمراء ما تعداها، أنا لي احترام الإدارة لابد أن ننفذه. مسألة كل من هب ودب أتى وفعل وهرب وتسلق وخرب وكب الدنيا، وإذا سألتك قال استبعدوني، لا وإذا سألته أنا لا يا يطلب بعد إيه والله اثنين يقول أنا ترى خلفت كذا ويعلمنا، وأنا مرة لفيت الكاميرا وأنا مرة سويت مدري إيش استبعدني. لا ليك حلو، هذا أقتله في مهده، خلّه مكانه، خلّه يكون عندك متسابق. ولا تزعل مني في فكرة لما تقول له ابعد الكاميرا، لا تجيب الكاميرا عليه، استبعدوا من الكاميرا، ابعدوا الكاميرا من اللوكيشن اللي هو فيه. ليه؟ لأنه هو يبحث عن بعض الوهج اللي يسدد بعض الأشياء والفواتير اللي ما لقاها في الاستبعاد. سمسي إنك تحن اللي وراه ما تحنه، لأن هو مبدأ في شيء. صح هذا هو. أيوة والله هذا الشيء. لا شوف. هذا شيء. أنا شخص عقل بالغ يتحمل قرارات نفسه. لا بد أن يتعلم، هذه تجربة إعلامية له. احترامها واحترام هذه التجربة هي من تصنعك في المستقبل. في أحد البرامج أذكر يا الربع أحد المتسابقين قرر الانسحاب. ممتاز. المهم أنه وصل الخبر لأحد يعني أهله. أقرباء. أنا أقرباء بالانسحاب. دق علينا قال ترى ماني مسؤول. عطني إياه. ألو السلام عليكم، تبغى تنسحب دقها من جيبك، والله ما أحط معك ريال. شف طك، مسألة بسيطة. هو كان قرارك في الدخول وقرارك في الخروج، وتحمل تبعات قرارك. نعم. طيب اليوم أو أمس مدير البرنامج الموقر الأستاذ الكبير سعود العتيبي أمر أنه في حال تأخر المتسابقين في أنهم يصحون من النوم ستنقل الكاميرا على الغرف في مقطع، خلونا نشوف اليوم إذا جاهز يا شباب، أعطونا أفعال هذا المدير المميز الرائع. ماجد دنا يا مسلم، شوف هنا في سبيكر، هنا في سبيكر يا ولد. قوموا يا عيال أقسم بالله إن سبيكر لاقط هنا، والله اسمع أحمد تسمع، والله سبيكر هنا. تغط البث هنا، هادي عايض، اسمع السبيكر هنا، والله السبيكر هنا والله. طيب قم يلا وشو ما والله ماني قايم من هنا، ما تقوم يلا يا رجال يلا مشعل حنيف جميل
يلا يا رجال يلا يلا يا رجال ما يذوق العز خمام الوسايد يا رجال. سجل تاريخ ان اليوم 69 في الاستديو اجمل ايام البرنامج. انكل هوا كل يوم يا اخي كل يوم كل يوم يا اخي البرنامج البرنامج الجاي البرنامج الجاي من اول يوم نقل الهوا على الهوا بدايه البث على الاسره كل يوم كم لنا نطالب كمل الانطار ما في مشكلة رتب الأسرة رتب الأسرة بدل ما هي بطاطي مخططة كذا غير عاد ألحفة بيضة أنت الموضوع نظام فندق عشان ما تقول والله شكله زين ما ينفع النسخة ذي النسخة الجاية النسخة الجاية قال هذولي هذولي اسحب منهم مو اسحب منهم من الخدات خلي ينام على ذراعه خلي ينام على ذراعه خلي يجي هل تعلم أن هذه أنا وصلت يعني الآن وصلت بطاطين زد رصيدك ثمانية أعطاهم إياها والله يا بداية البرنامج إن كل شيء جديد والله لو أصور لك فين هي فين هم حاطينها الفرش الجديدة إنك ما تصدق وكان لونها رصاصي وبيج السرير رصاصي سرير بيج رصاصي بيج موحد جميل أنا بالنسبة لي أطالب من اليوم 69 لين نهاية البرنامج لا تلينوا فيها لا يومياً هذا تنبيه على الأخوان بداية البث يومياً الشباب اللي في الإعداد ماسكين بداية البث شنعين ينقل لا ناقد بس هم كويسين يسمعون وبلس أعطيك معلومة طلعنا مثلاً على الهواء أوكي خذ نسيت في واحد راقد خذ نسيت عليه كذا فات فمه في اسد يدخل جوا عطنا نسيت على فمه عطنا ريكشنات ما في مشكله جمع ريكشنات لماذا ناموا الى هذا الوقت لانه سهرني على فيلم السهره اللي جابه جميل المسؤول عن توزيع التذاكر السينما انا ما ادري اسمي جمعتي جميل موفي صح عرفت يفتح سينما وما شاء الله تبارك الله بالهاردسكات طبعا هو تعرف اشرطه الفيديو القديمه هذيك هو يتعامل فيها الان ويحرك الهاردسك بالاسقاط النجمي لا بالعيون بالنظر جميل المخترع نعم شاشة بي ام باليد يرفع الصوت لا لا يسوي كذا يرفع الصوت يسوي كذا يقول ايش يقول عن طريق شلون لا لا الله يضحك علينا يا شيخ انا هني يقول ارفع 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 قصر 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 صدقني لو يستبعد جميل العتيبي من البرنامج ان يتغير مسار لا 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 يا رجل تبغى مشعل يضيع مسعل واحمد احنا في الكتالوج معه كل يوم ودنع استهبل صالح تو منضم حديثا صالح بيجي رباط صليبي ندس جميل يشوف يسوون تدري شو الكمية يضيعوا نبي ندس جميل يشوف الربع ايش يسوون يذكروني بحاجة تعرف المكانس الكهربائية الذكية هذيك تصير حالها اللي تقول تصدم الجدار طق طق ايوه طق تلقى مشعل واحمد عليش طق يصدمون بجو قدر يدورون ضايعين عرفت الاريال راح خلاص راح الاريال راح لا الريموت معه ريموت يشغل التلفزيون بدون ريموت يشغل الريموت اللي ما يشغل الانسان ما يشغل البشر ما يشغل التلفزيون يشغل الفيلم بالنية يعني ايش تبغون فيلم اليوم هذه شاشة يلا ايش تبغى فيلم فلاني والله ما ابغى فيلم فلاني اللي امس لا ما هو يحب يرجع 10 ثواني بس كذا خلاص اوكي الحين يشتغل طالع يشتغل عادي هذا جميل حتى حصري يعني امس يا استاذ يا استاذ اللي جالس معنا هنا في الكويس هل يوجد هارد ديسك يشبك دايركت على الشاشه دايركت ما في زيدان من الشخص المسؤول يعني التقني عندنا في القناه الهكر حقنا ما في هارد ديسك يشبك على الشاشه صح ولا لا يوجد وصله برضو ما في وصله اصلا صح ولا استاذ زيدان لازم اي بار حتى بالوصله ما في والله العظيم يا اخي لا يحاول تمرير انه شيء عظيم لكن شكرا لك ابو عبد الله اليوم في الحلقه الجميله كانت جدا رائعه كانت جدا جميله لسه هسه باقي محاوله تختم ايه يا ابو الشباب انا اللي اختم لسه انا ما جيت ايش لا لا مو كذا ما تبغمش ما عجبك قدم استقاله قدم استقاله شوف يا حبيب فهد ترى مسؤول توقيع العقود الجزائيه يا علي معلم طيب تحالفهم مع بعض تحالفهم خلنا نتحالف لا لا انا عزيز نظرته صحيحه دائما الغير منضبط هو اللي شوف شلون ضحك عليه شوف شلون ضحك عليه بس خلاص ضحكت عليه خليته يأيدني على كلمتين يعني علي جميل مشعل ايه علي علي اجبش على اثنين شفت خليه يأيدني بكلمتين جميل اني في نهر اليوم 90 اني في نهر اليوم 90 لا اوريك والله اني ديور عليك مديور عليك والله اني في نهر اصبر عليه فهد ما تلاحظ الجروب انضم لهم شخص خامس صالح بلوي اللي كنا نقول كنا القائد العاقل حسبي الله عليك يا جميل يخترق العقول لانه يقرا اكتشفت انه يقرا في علم النفس كثير اخترق عقل صاحب البلوي جلبه من انضم لمن؟ صالح البلوي انضم اليه الى جميل ولا جميل سحبه؟ لا شاف ان الفريق في ضعف وحب سحبه سحب تعاقد متاخر هو حاول يصنع فكره توازن في الفريق في المشاغب احمد حنيف تمام
في مثلا الرجل المحترف، في الرجل العقلاني عشان لو صار اي اختلاف فيه نفصل البلوك. الوجه الجميل للفريق عشان اللطيف نكسب كل ما هو محترف في هذا الجمهور، لكن الجروب هذا سيفكك باذن الله. الحين الافلام السينمائيه، افلام مثلا افلام العصابات السينمائيه اللي نشوفها في التلفزيون نشوفها في السينما، وهم يجون بالعصابه واحد وجهها كذا لطيف ومحاور جيد عشان هو اللي يشغل الرئيس وهم ينجزون، عرفت؟ صار البلوي هذا هو، هذا هو سبحان الله. انا كنت يعني انا اشوف سلطان الحميدي هذا ماني مرتاح له من زمان اصلا والله، بما انك جيت ترى مسجل ما علي فيه يعني. كان يقول ان صالح البلوي هو القائد الخفي، كنت اقول يا سلطان يا سلطان ما هو صالح البلوي، هذا صالح البلوي حقه. وش صالح تصنف اذا ما كان قائد خفي؟ يعني هو اللي يحركهم كلهم من تحت الكواليس؟ لا ما يحركهم، هو طلع من يتحركون يعني. هم يحركونه يعني. هم يستخدمونه لتمرير. نعم. مستغرب ان شغل سنعي ولا شغل سنعي؟ لا ما من صالح. طيب جميل. علي تساؤل كان مهم امس ولا عزيز؟ جميل كان معترض على احمد رحيم وهو يغرده 3 تغريدات في الاسبوع، بينما كان راضي كل الرضا عن مسعود تغريده واحده في الاسبوع. هل هو كان رغبه في الرحيل، صناعه شو، حدث اني سحبت سحب اضواء؟ ايش الفكره؟ نوعا ما سحب اضواء وحدث. وليش رضا على مسعود بشوف؟ ولا ما له خط رجع على احمد رحيم؟ بالنهايه انا كابك يا احمد رحيم، عاد بك معليش خلاص وقف. احنا قلنا واع الرجال بسم الله عليه صحه مخه، راح المسعود افلس. لو انه باقي على احمد رحيم وانا متاكد وعندي ايقان تام انه ما يبي يطلع من احمد رحيم، لكن باب الخروج على المالوف اوه متسابق غير الليدر حقه، فجت عليه عكسيه للاسف. ليش ما غادر الجروب كلهم؟ ليش بس هو يا محمد دنعه؟ ليش ما اثر على البقيه؟ مشغول في ناس اكثر، كان يحاول يسحب صالح مخه ما. أتوقع انه في هذه المرحلة غلب عليه حب النفس، فحب انه ياخذ هالشوط او العلاقة بين احمد وعبد الله الخماس ما قدر يأثر عليها، ما قدر يأثر عليها فحاول انه يصنع هذا الشيء لنفسه. قال خلنا هناك على هناك مثل عربي يقول من لم يرضى بالحمى يرضى بالنفاضة، والنفاضة هي اشد من حمى يعني. جميل عرف ان هناك ضياع بدون دعم الليدر. الليدر كان مساند حقيقي صح. بشكل شرعي او بشكل غير شرعي يعني بقيام مساعدة مخالفات، فوجد انه في حاجة ليدر، استغنى عن احمد رحيم، وجد يعني اجيد السيئين مسعود بن شعفول فذهب اليه وراضي بما قسم له. هذه هي الفكرة. ما تعرف اللي يقولون الذي كان معه 4 نعجات ثم باعها حتى يشتري 10 نعجات في الاخير اكتشف ان السعر ارتفع فرضي بنعجة بشراء نعجة واحدة. لا تفرط بالذي في يدك، عصفور في اليد افضل من 10 على الشجرة. طيب الغريب في البليغرو امس الفرق ما تغيرت نفسها. جميل كان مع فريق احمد رحيم، دنعه مع فريق احمد رحيم، معدين نايمين في العسل. هذه مشكله معد بلس مقدم، لذلك دائما نقول المقدم هو المعد الحقيقي لفقرته. المقدم يعني لما يعني لا يتابع. تقول وليد قشران ما يتابع مثلا لما يجيني محور الف سعود العتيبي يضرب متسابق، معد مثلا حط لي في سكريبت في فيديو، لا انت جايب بالنيه يعني، اي لا ما في احذف المحور. شكرا. في دليل، في حاجه محسوسه، في شيء ثابت كلامك. أيوة. في شيء ثابت يوضح. لذلك دائما نقول المقدمين لا تعتمدوا على المعدين، لان المعد ممكن يمسك لك كذا فقره وينسخ لك كلام من كلام. العتب كل العتب على الاعداد بلس بنسبة كبيرة. أضف على ذلك النقاط ترى اللي في الأسبوع الماضي، نقاط الأسبوع اللي ضيعت الناس. هل أنتم يا أبو عبد الله تعتمدون على التراكمي أو على الأسبوعي في إخراج إبراهيم؟ لأن اللي نعرف أنه خفي، كيف عرضوا الخفي أمام الشاشة؟ هذا غلط. من لا اللي عرضوه على الشاشة؟ لا كان أسبوع ظاهر أسبوع. إيه ليش عرضه؟ أسبوع ما يتفع. طيب هل إبراهيم بالخفي، إبراهيم بالتراكمي ولا بالأسبوعي؟ لا تراكمي. بالتراكم ليش عرض الخفي؟ مش مصلوب. لا مبرر لها، لا مبرر لها. هذه اخطاء، لان وليد قشران دفع ثمنها المعد، لان المعد تم محاسبته حساب عسير على ظهور الخفي والظاهر، لان اصلا كانك تجي تبيع الوهم على المتسابقين. يعني انا اجي احاسبك بالتراكم يا عزيز، تمام؟ انا احسب لك التراكم عشان تدخل براي، اجي اقول ترى تشتري الظاهر والخفي، بينما انا ممكن ما اقدر اشوفه، اوهمتك انه هذا ممكن ياثر او ممكن يعلمك انت وين هو ظاهر وخفي حق اسبوع،
قبلها في 10 اسابيع ترى. اي فيعني انت اظهرت لي حاجه انا ما استفيد منها وخليتني مثلا اخسر عليها اشياء. اخسر عليها 500 مش اي مبلغ. 500 ما هي بسيطه في النقاط. دليل ان المقدم المعد الحقيقي وانه لازم يراجع فقرته. اليوم لو لاحظنا في البرايم كم عدد النقاط؟ 5 واصوات النقاط 6. شلون ما ادري؟ عندك 3 على ماجد، 1 على حنيف، 1 على جميل، 1 على مشعل. طيب حنا 5، السادس من جبت؟ لا لا ما اعتقد انها صارت 6. متاكد منها حتى مسجلها انا من اول. الان اتاكد لك لان هذه معلومه مهمه في البرايم. اي مهمه. أي مهمه. اضف اضف وتر وين كان يا رجال قول بس ان اصوات ما طاغيه. اي قول 7. اصوات ما طاغيه. اي لا لا ان على النتيجه ما راح تاثر. بما ان احنا كنا نتكلم عن البليجر وأران وليد قشران مهمل لفقرته او يحاول انه يثير جدل في الفقره، نسي الفقرة، نسي الأداء الإعلامي وذهب إلى تجسيد الشخصيات أو محاولة تقليد الشخصيات، تقليد زياد الشهري لعله فلت من جعل وليد قشران يفلت البليجرو منه. أتمنى الخطأين يا أبو عبد الله اللي شفناها اللي من ناحية الدرجات أو بيع الوهم على الجمهور وعلى المعد الذي يدخل البرنامج في لغط، وكذلك إلغاء الليدرات اللي البارح خلاص انتهى من البرنامج يعني خلاص. انا خلاص احنا لانك انت محدد في بدايه البرنامج اسمح لي ان اذا انتهى المتسابقين حقين الليدر باستبعاد بانسحاب المتسابقين او بخروجهم من البرنامج ينتهي الليدر. انت الان خلاص والله يوقف رجع المفترض امس كل واحد من فريق لانك انت تؤثر ايضا. ماذا لو كسب فريق احمد الرحيم امس؟ كيف؟ ليش يكسب جميل؟ ممتاز. ماذا لو خسر؟ هذا لعب بالدرجات. نعم صح ولا لا؟ فحوسب المعد وتم مناقشه. طيب دقيقه حوسب المعد لابد من الشفافيه قدام الا سيحاسب. من الشفافيه عرضناها على الشاشه. نعم. الشيء الاهم سؤال، هل فقره البليجرو فعلا هي مباشر ولا هي اعاده الاسبوع الماضي؟ ليه؟ نفسها نفس الكلمات، نفس الحركات، نفس الدخول، نفس الاماكن، نفس الاماكن. الطيور تختلف. الطيور تختلف. ما زلت اقول ان البليجرو الاسبوع الثاني والثالث والرابع كانت اعاده الاسبوع الاول. لا ايش فيك؟ بس انه فوتوشوب غيروا الاسماء. لا طبيعي نفس كل شيء. بعطيك دليل كوبي بيست حتى نفس يلا يعني حتى فقره زياد عتبي عليه مثلا في الاصوات خلاص خلصوا الان تصويت الجمهور ظاهر للجمهور والمتسابقين. إيه؟ العائد للقريه خلاص لا لا كلنا لا لا يا اخي دقيقه يا اخي ندري ان اخر واحد ماجد الرشيد خلاص بس عطنا دقيقه يفرق علي التصويت المادي لو كان فارق لماجد بيرجع ماجد. طيب سؤالي واضح، اعلن الحصانه ورجع. ايه بس اللف والدواء حتى ورقه ولد حتى البليجرو لما يجي ولد قشران في الهنجر هم او في الهاوس يدخلهم غرفه البليجرو تمام ثم يجلسون شوي يلا العائد للبرنامج. طب هم 6 بليجرو كيف تقول العائد برنامج الا اذا طلعت 7 يقصد اللي مو بخلف الباب. طب ليه خلاص هو ندري انه خلف الباب اليوم سلمان والاسبوع الماضي على العساف وقبل اسبوعين كان هذا بالربع. هل التغيير معروف في الفقره يا علي؟ هل التغيير في الفقره واليوم احنا يمكن باقي حلقتين، هل التغيير في الحلقة او في الفقره يعني اخذها للاعلى ام مكانك سر ام للاسوء؟ فقرات النومنين تكلم هي النومنين بعض الفقرات فقط النومنين للاسف هي تمطيط على غير لازم. يعني مساله انه الكاركترات ناجحه ولا هذه انجح ولا تلغى كلها ويكتب بس بالاعلام مباشر؟ اول شيء الكاركترات تغيير نفس الجمهور وكثير اعرفهم لا من اباء ولا من كبار سن، والله اني اعرف كبار سن انهم يتابعون منه يقول نبغى نضحك يا ولدي عادي واحد يجي يونسنا مع تحديد مصير صار بضحك علي لما نجي نناقش لازم نتنع. لا دقيقه انت يوم السبت تعلنها بحزن. اي انا الان يا اخي انت يا فهد انا بحترم أنا, أنا, انا هذا مصيرك في البرنامج اني بجي اطقطق اولا يا لا اول شيء ابو عبد الله كل فقرات البرنامج هنا مثلا تمثل الجديه الان مثلا في الاستوديو ما عدا مثلا الكرنفال اذا مثلوا مسرحيه كوميديه او تفانين اذا جاب نص كوميدي عبد الله النجاشي تمام ولا لا؟ فكل الجوانب اللي في البرنامج كانت جوانب جاده، ليش ما اصلا انه تكون بليجرو تكون جانب تحديد مصير يا علي يا علي يا خطا مو تحديد مصير جنه ونار. لا مو تحديد مصير يا اخي انا ما احدد مصير مختار مو بجنه ونار ليش يبكي في البرايم؟ اسمح لي لا لا دقيقه يا سلطان دموعته مسير علي دقيقه هو مش تحديد مصير مو تحديد مصير يا فهد لأنه بقائك في البرنامج هل اعلان البليجو ينهي المنافسه 50% للمن خلف الباب انت لا, 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 لا ينهي المنافسه ليه بل اكثر من 50% ما دام هناك ما دام لانه عادي انا يكون محبوب اللي خلف الباب بس جاب مشكله يجي اخويا كل المصوتون يرجعوه والشخص اللي قدامي 50% يعتبر انا ارى خطر الخروج وخطر خروج قدام الجمهور وقدامنا لكن فعليا ان كان شخصيه محبوبه والجميع يحبه لكن اخطا خطا كبير يوم من الايام انا ارى ان فكره الكاركترات كانت فكره جميله لسبب
انها كانت تقدم بطريقه كوميديا سوداء احنا نقدر نسميها صح ممتاز وبفكره جديده كل اسبوع بس ما صارت للاسفاف مو اسفاف لا الا اعذرني لا لا دقيقه دقيقه المقدم بفكرته وابداعه هو من يجعلها مميزه او يجعل فيها اسفاف صح هو المقدم الان فقره النقد مثلا بس مستهلك يا فهد اسمح لي ابو عبد الله فقره النقد مثلا نحن من نجعل فيها اسفاف اذا يعني لو شئنا ونحن من نستطيع رفع يعني رفعها لو شئنا بمعنى بعطيك مثال هل هو جيده من زياد الشهري انه يجي عند المتسابق ابو عبد الله خليك منطقي يلعبه ورقه حجره مقص في برايد جيده لا طيب هذا اسفاف هو المقدم من اتى بهذا الاسفاف لكن في نفس الوقت يعطي يقدر يعطي حقه انا ارى ان تغيير فكره بليغو الى هذه الفكره المبتذله المكرره دينتي من برنامج حتى اصبحت ممله يا اخي الدليل فين انظر الى المشاهدات في تناقص تنقص فظيع اللي في البليغرو إيه؟ تنقص فظيع شوف اول فقره ثاني فقره ثاني فقره هذا شوف الرابع شوف الفقره الاسبوع الجاي شوف التسلسل كانت 10 الان 7 حلو الاسبوع اللي فات كانت 8 الان توصل 7800 توصل 6 1500 شفت اليوم خلاص طيب. يعني نفس الطريقه يدخل الجمهور يدخل المتسابقين تشتري انا ارى ان محاوله تقمص شخصيه زياد الشهري شخصيه لانه يريد اخراج يصف 6 نفس الفكره بايش جدد ما في نفس الفكره ارص لي 6 واطلع واحد منهم وبكره برص لي 6 واطلع واحد منهم يعني المفروض يعلق واحد بلونه يطيره لا يا حبيب ها لا لا بس هذه فكره البرايم لا لا نغيرتها ما عاد هو برايم يا اخي خل البرايم يا اخي ساري شفت انت ساري ليه احنا نتكلم عن البليغ روحنا ما نتكلم عن البرايم انت تقول زياد الشهري انا اكلم كنا في البليغ وصف 6 ويطلع واحد خلف الباب ويجي زياد بكره يصف 6 ويخلي نفس فكره زياد نفس فكره حلو عندي سؤال على البرايم نوه عليها علي اللي هي سالفه اللي بما انك حط الاصوات انا عارف من اللي خلف الباب حاليا من الست الموجودين لا. ما جاوبت عليها لا انا جاوب تختلف التصويت المادي يختلف 30% يفرق مو شرط يعني عادي اليوم ماجد لو عنده تصويت مادي ما عنده حصانه بس عنده تصويت مادي إيه؟ انه يرجع إيه؟ اذا كان 30% غالب ال 70% يرجع يا اخي يعني انت في الاخير تاخذ 70% تصويت المتسابقين 30% تصويت مادي يفرق إيه؟ التصويت المادي فارق جدا بل انه وهذا تصريح كان فارق جدا اليوم في رجوع سلمان ملحي طيب التصويت المادي اليوم هو من فرق في رجوع سلمان وليس تصويت المتسابقين اي ان ماجد ان المتسابقين صوتوا في نظرك يا رجال نزل يعني اي متسابقين حلو على الطاوله عين نزله اي ان المتسابقين صوتوا بمغادره سلمان ورجوع ماجد بس ما بذكر النسب بس إيه انه اي التصويت المادي كان فارق جدا في رجوع سلمان اليوم الحاجة اللي ودي أقولها مثلاً نسيت والله نسيت أسأل ولا خلني أنزل في المحور راح أنزل نسيت طيب نختم جماعة الخير إحنا في الدنيا هذه عابرين سبيل الهدف الأساسي من وجودنا فيها هو عبادة الله سبحانه وتعالى بالتأكيد أنه في كل أمر نفعله في الدنيا هو المتعة والوناسة وسعة صدر ومن ضمنها هذه البرامج لكن لا ننسى الهدف الأساسي اللي خلقنا من أجله وهي عبادة الله سبحانه وتعالى من أفضل العبادات اللي تقدم اللي هي الصدقات وذكر في القرآن العظيم أن الإنسان يعني في حال موته أنه ما يتمنى شيء إلا أن يعود للدنيا من أجل أن يتصدق اليوم وعبر المنصات الرسمية عبر القنوات الرسمية هناك وقف عظيم احنا في هذا البرنامج عندنا غاية وهدف ان هذا الوقف يكتمل ونكون لنا بذرة خير او احنا سوينا عمل خير نجد الشفيع امام الله سبحانه وتعالى ولعله يشفع بنا ان شاء الله عند الله سبحانه وتعالى ونجد ثمرة وبركة هذا البرنامج اللي احنا نمتعكم من خلاله ان فيه وقف اكتمل وقف بكة الخير في مكة المكرمة اللي الآن الكاشات طالع على الشاشة وأيضا الباركود بيطلع 300 ريال بإمكانك تنوي أن هذه 300 إما كفالة يتيم أو مساعدة محتاج أو غاثة ملهوف سقيا ماء إفطار صائم علاج المرضى أنت ونيتك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا جماعة الخير اللي مو بقادر يستطيع أن ينشر هذا الخير خلونا نتساعد احنا متعناكم استمتعنا سويا في البرنامج اليوم نبغى نتساعد من أجل أن يكتمل هذا الوقف إن لم يكن بالتبرع فبالنشر ساهموا ولك مثل أجر من يتبرع لو نشرت هذه الرسالة لأحد وتبرع صدقني لك مثل أجره فهد
ان شاء الله تعالى ان الله يدلنا على طريق الخير. انا بادرت ابو عبد الله بهذا الكلام وهو كلام شيق وجيد. الانسان يسعى لي في نحن في هذه الحياه نبني بيوتنا في الاخره. لا تعمر بيتك في الدنيا وتترك بيتك في الاخره، لان هذا اللي يبقى لك. وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله، كل الربا محرم الا هذا الربا، فان الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات، يضاعفها لك، يكثفها لك. اسعى 300 ريال يعني يصرفها الرجل في ليله وفي فطوره وفي غدائها وعشائه، اصرفها لك في الاخره، فان ما تنفق ستجده عند اول ليله لك في قبرك، فانها تاتيك على شكل رجل صالح يؤنسك في وحشتك. اسال الله تعالى التوفيق والسداد لنا ولكم. نعم. أول شيء جزاك الله خير أبو عبد الله في الكلام. دائما الواحد فعلا في كل انشغالات الحياة وعوامل الحياة والروح الجية نصرف ونروح نجي، اجعل لك خبيئة بينك وبين ربك. أي عمل أي شيء ممكن تقول الله يجعل خاص وجه كريم، سقيا ما، كفالة يتيم، رعاية أيتام، في كل هذه الأشياء ترى فعلا أنت تحس بها رد مالي ورد فعلا الأجر اللي تفعله في حياتك وما بعد حياتك. البعض يقول اللهم اجعلني صادق لصالح أبنائي أو شفائهم أو صلاح ذريتي أو رزقي رزق الحلال، فالبعض ممكن ما يعي هالشيء، يمكن ربي يدخل لك هالشيء إلى يوم القيامة في أجور مضاعفة لك. فاجعل لك بينك وبين ربك شيء يشفع لك فيما تفعل في هالدنيا. شكرا لك. أول حاجة يعطيكم العافية على كلامكم الجيد جدا، وأنا سعيد إن في نقطة ما تطرقتوا لأني ودي أتكلم فيها، اللي هي 300 ريال أصرفها لمن لو ربي سبحانه وتعالى خيره أو قال له وش تمنى وهو ميت يتمنى يرجع للحياة، يدفع هالثلاثمية ويموت من جديد، حقق أمنيته في هالثلاثمية ريال، تقدم له على طبق من ذهب باسمك. هذا حاجة، هذه حاجة عظيمة جدا، مستحيل أن الواحد ممكن يتساهل دونها. فبادر والله يكتبنا الأجر إن شاء الله. جزاك الله خير عزيز، الله يعطيكم العافية يا شباب، استمتعت جدا بالتواجد معكم، اشتقت جدا لهذا المكان، ومن جماليات أكثر من سلطان عاد الصدق، من جماليات أني سلطان فاش، وهل يقارن التلميذ بأستاذه؟ هذا ما فيها جدال. أنت كان مغرر بك يا عزيز، في عندك أمور كثيرة قاعدين نصلحها اليوم، صلحنا جزء منها وفي القادم نصلحها يا رب يا رب. ذكركم مشاهدينا قبل الختام برحلة نيو ون، هذه الرحلة الجميلة اللي بتكون إن شاء الله من خلال قناة بداية، ولا زال التسجيل متاح علما بأن المقاعد محدودة، بيطلع كاش على الشاشة من خلال الباركود، بإمكانكم التواصل مع الشباب والفريق المسؤول عن الرحلة اللي بتكون بإشراف كادر. تبون أعطيكم مغريات؟ يكفي أن في هذه الرحلة علي الغامدي، الله يرحمه، هذه الحالة حد ذاته يعني أنا مستعد أدفع من أجل أن أسافر مع هذا الأستاذ الرائع الكبير علي الغامدي والمميز، وبإذن الله نقدم الشيء الجميل، لانه المجتمع يبدا من الليبل الاساسيه اللي هم اطفالنا وحبايبنا وشبابنا اللي ينطلقوا في هالمنطلق الصحيح للحياه. والله ما سافر معاه خرج. وتاسيسهم اعلاميا امر مهم جدا، احنا من خلال ان شاء الله هذا البرنامج اللي بيكون في تركيا لمده 10 ايام من 4 اوغست الى 14 اوغست ان شاء الله، بامكانكم التسجيل لا زال متاح، اتمنى لكم التوفيق. وانا احب جدا الشخص اللي خلفي، والله الله يعزك ارفع كترك يا ابو معك نجم الاسبوع. ايوه ايش نعطيه ميزه؟ والله انت مدي دقيقه، خل حضورك دقيقه، فطور مشعل ما اعطينا يا رجال، اسحب عليها في عهد المقدم البائد سلطان، فطور مشعل جاء على دوز باره والله. نعم وين جاء؟ انا كفيتك فيه في ذم. نعم طيب خلاص نجم الاسبوع نعطيه جائزه، نبغى الجائزه، وش الجائزه؟ انا اقول نجيب له مثلا نجيب له وسط هاردسك، نجيب له هاردسك في فيلمين يقهر فيه جميل والله. تم لا لا انا قلت دقيقتين جو دقيقه لا 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 ما اعطيك تذكره مجانيه للسينما يروح يتفرج له فيلم. تم والله يستاهل تذكره وفي اي بي لو يبغى. تم طيب والله اذا الف مبروك، اعطونا الشباب فيلم اللي يحتاجه. اعطونا الشباب مسدسات شغل شيء، اعطونا الشباب اكشن. انا شفت فيلم اسمه مستر اكس. لا تسوق يا لا تسوق اعرف تابعته. لا تسوق ساعتين ونص اعطونا الله يسامح عبد العزيز ثلاث ساعات فيلم خايس يلا يا والله حلو صدع بي ويسلي لا والله اعطونا الشباب نقول الف مبروك. اول شيء منورين يا شباب والله انا ليش نايمين والمدير يتكلم؟ احبكم جدا 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 والله ان شاء الله ما طيب. والله ان شاء الله اني على اللي دافع عنك يا الباشا. الفائز اليوم بنجم الاسبوع واللي اخذ تذكره
الى فيلم يختاره نقول مبروك لي مو طالع الشاشه هلا هلا شدك وينه هلا ما قل قل علمونا شباب اذا اقول اسمه خلونا ولا نسوي نجيب سته نطلع لا 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 خلينا نجيب سته لا لا بنقول انت يا خفاش يا حزي يا سعيد يلا نجيب سته يلا ليه تعال يا عيال لا لا وقف سته ونستبعد بالله خلينا نستبعد بالله خلينا يلا صفوا جنب بعض شباب سته 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 انا بصف سته يلا الدنعه مش على القحطاني واحمد حنيف وعايض وجميل وعايض يلا يلا السته هذول كلهم ما هم فايزين نجم الاسبوع كلكم يا طاير يا طاير يلا تاخذ لي شاشات ولا سلاك نعطيك نجم الاسبوع سلامات يا خفاش يا حزين يا رايح على وين نجم الاسبوع اجتمعوا نقول الف مبروك بسام بن عشك استاهل ابو عشك استاهل ابو عشك ياخذ احسن من شوف على السلام مع السلامه يا ابو عشك تعال يعني ما صار يعني ما خرب منكم ولا عدل بالله السينما خذنا معك ابو عشق هذا البرنامج برعاية السيف جاليري اي ثو للخياطة الرجالية آيا كلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات صرة صف يلا كنا نطلع من الصف الله يبلغ الله يبلغ انك ما تعرف تعال لي ركضه كيف كيف الركضه كاي كاي سر 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 اركض اركض انت انت اركض ولا بسعر كرسي شوف انت ها يمين يسار يمين يسار يمين يسار يمين اسرع 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 ارفع يدك ها 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 الرجل اليسار فيها دقتين يعني كذا انا حسبتك تمشي بسرعه فهي كذا ها إذا وقفت شفتي شفتي إذا وقفت لا لا كذا كذا استنى عليه لا لا شوف 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 إذا وقفت توقف كيف وقف وقوف عادي وقف بسرعة مكانه يلا مش معي يلا يلا امشي انت بمشي معك هي تنقيز ما هو كذا كيف كيف امشي بشوف هي كذا طالع طالع فيني يلا امشي طالع فيني طالع فيني ها خطوتين من هنا خطوتين من هنا يعني كني كني اركض كذا كذا ايوه بس ما تقول لك ما تعرف تشرح انت ما تعرف ما تعرف ارهقتوني قلبه يا اخي شوف شوف كذا ايوه بس لا ترفع رجلك خلها قريبه من الارض
ايوه ابو جمع ايه بعد. وقف كيف ها انا بوقف اطالع هناك تمام وقف كذا مكاني ايوه بعدين اقول تقول له كذا ها ما هو اليسار لا اليمين فهمت اليمين اللي تسوي بها كذا ابو مرعي ابو مرعي على طول يلا يلا مشعل يلا وقف نبي لنا واحد تنا حزازه يلا ها يلا لا ما توقف على طول تمشي ارم واحده وامشي بها اليمين ترمي بها وتمشي بها يلا 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 ها يمين وامشي بها ليه 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 تطول في المشي طيب اربع ابغى ابدا لك اربع طيب لا ثلاث وربع نطه يلا ها واحدة اثنتين ثلاث أربع يا ولد نقصد هو نقصد كذا على قدام ما هي ما هي يقول كيف بوك هذا نقصد بوك كذا طولية أتكت يا أخي نقصد خل أسكته نقصد خلنا نلعب يلا أنا ما أعرف أنا ما أعرف طيب شوف خلنا كذا شوف نقصد شوفها إيه هو اثبت مكانك واحد اثنين ثلاثة الرابعة يلا تعال خلنا نلعب ثاني بطلع من الصف انا ما اعرف والله ما اعرف كذا 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 يلا قول دق دق ازم ازم دق دق رارا ايوه كني شوش ترى ايوه 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 لا تسجل لا تسجل خليك من هذا ايوه ايه ايوه 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 ارفع ايدك كذا ايوه ها. يلا رجلي ها ايوه ايوه يلا العب كلام ايوه انا ما يقتلني الا لو بصمي اذا مشى 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 دقيقه كيف طيب ابو حنيف كيف كيف يلا يلا داقشن 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 يلا داقشن يلا عادي سلام عنا يلا عادي يلا اطلع كذا اسرع تبدا اطلع اسرع 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 ايوه طيب طيب وقف كيف؟ هلا وقف ارفع اليمين يسار يسار يمين ايوه يسار يمين يسار بعدين تسوي كذا كذا واحدة ثنتين ثلاث أربعة قلبه يا ولد جا واحد ترى حتى ذا حتى ذا ثقيل في النقزة كيف؟ تسك في خلفك كيف؟ الصدق اللي يلعب ابو حنيف وابو جابر تعقب ولا يقصرون فيكم تعقب الا انت انت كل القصور فيك انت تعقب يا القاصر ها لعب. شوف 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 ها ها العب ابو حنيف العب هذا شفت نقزتك والله ما عندك سالفه ثقيل روح ابو حنيف روح روح وري وري يا اخو ما نثق ذوق الرجال يا اخي ثقيل ما بخفيف اني لا لا ماشيه ولا على طول لا والله ذي حق الدقه شوف عطى عطى دق دق يا دق لا مو بدقهم ذا روح عطى وزير روح كلا كلا هي يا اخي انت نقصد كيوت مو زيك انت اي ثم تجيني بكره تعرف انت والله نسى جعلك ابو الحمى ان شاء الله يا عيال بالله هسه هسه شيل المهاره ذي شيل المهاره يلا هسه شيل المهاره ما احنا نلعب كذا ما تسوي كذا هلا الوقت اللي تسوي فيه كذا وتمشي في مهاره شوف بدال ما تسوي كذا تمشي ثلاث خطوات وترجع لاربع خطوات وتوقف يعني سبع خطوات يا ولد حسبه شوف انا متيت ها واحده اثنتين ثلاث واحده اثنتين ثلاث اربع بس سرعه سوى 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 خلاص ضبطت كذا سوى سوى ايوه
رجال يوميا ما تتبكر يضرب في السمن والعسل تجيني انا اللي ياكل سريلاك شو كذا ذاته؟ اي تقول لي ليه ما تنقز؟ ما فينا طاقة يلا يلا ترى يلا بسوي نفس ترى ابو جابر بالله سوى ابو داحم ترى ابو جابر يلعب لعب هالبيشه هالبيشه اللي كذا ايوه ابو جابر يلعب كذا ايوه هذه لعبه ابو جابر اساس صدقت ايوه هذا ابو جابر اساس هذا ابو جابر هلا ايوه 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 ما اعرف ما اعرف احسن واحد بحلف عليكم اللي قبل شوي جمعه قصدي والله نسيت قبل جمعه احنا اللي قبل شوي انا مت قول ما شاء الله عليكم والله ما شاء الله قبل يوم مره خليني بعطيك خليني بعطيك النظره الاولى شوف هذا وقصد يدعك الحين ناس استديو يوم اثنين ما اعرف شوف شوف هذا يومين ويوم اسقى ما شاء الله شاكره بدل ما اسوي كذا وقف لا امبرش عليك بالعكس بالعكس شوف العب 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 في الصف يا لكنك ابو داحم ابو داحم جميل روح روح معه جميل امسك الصف تعال يلا يلا هل 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 لا لا تماسك تماسك يلا 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 هلا هلا هل هل ايوه هلا 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 وش السحبة وش المهارة يا ايوه 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 يا مسي ايش اسمه هلا 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 طيب 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 يلا يلا المايك يلا 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 قلبه 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 يلا 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 ايوه 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 كملت ايوه المهارة اللي من اليسار ذي ايوه طيب المهارة ذي هذه يعني حركة جديدة صالح بلوي يسوي لنا قهوة تخصصك زي في اللعب الشير اللي يقول بارد ابي حاجة هنا تمشي بارد فانت تخصص كبسات بس أيه. بضبط لك مشروب كبسه يا اخي من يوم حشريه وانت تلعبها الزواج يا اخت هل هل والله يا اخي تاخذ لك يومين وانت تلعب حديده ولا رجل ما شاء الله ها عشان ما تخطي مره ثانيه ما شاء الله تبارك بعدين عيني بارده ترى والله ما ظني والله هن عيني بارده مضحكت كذا ما في ابرد منها الا الا وجهي يا اخي عيب 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 ايه في كاميرا في شاشه احترم الشاشه انا محترم الشاشه ايش قلت لا ايه انت اللي قلتها مو انا والله اكبر عليكم احمد حنين احمد حنين احمد حنين فوق الريموت عندك قاعد تسلم دي حقتي صح يا ارحب ابو حنين ابو الشيخ اقول ارحب مرحب الحياه ارحب هذا التوقيع قوي والله من عيال اجينا شباب يا جميل شغل الريموت طال عمرك جميل ما هو هو اللي شغل الريموت يا هادي بن راضي ريموتك انت اللي شغل خلنا عني الكلام بس قديش بس وقف وين عقب وقف ورد وقف خلصت والله اعوذ بالله امشي يمين خذ الكوب سيده يمين طوط طوط سيدة ستوب اليسار در سيدة عصير وين يمين طالع في الثلاجة في عصير لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره هادي يا وص خدت الكوب رحت يا مطابين والجروح دريرت وعذاب المولع وعذاب بس
لا 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 العلبة 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 جيبها 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 انا من ابو عاد اشتغل جيبها لا محمد جابر ارحم لي ابوك بلا انت منضغط لا مو منضغط بس ثلج انت مضغوط نفسيا مضغوط نفسيا جدا والله اي لما ما مريت ازمه تبغى تفضفضها في خلاص ندخل جوا ما تجيب الثلج يلا امشي اسبقني جوا الى وجهك اللي جاوز جروحي صب لي باقي ثلج ولا خلصتوا علي ها اصبر بصب بصب لك باقي ثلج باقي ثلج اي بي ولد انت ثنتين انت لا مش عارف انتبهوا للصاج ترى حار شكرا يا اخو وضح جيب الغطا يا اخو هادي ايش فيك ايش فيك ليه ليه تب اصبر اصبر الرجال يا ولد ابو مرعي مشعل اه هل الكرش مشعل هو يا غبي قال يا ابو عشك تحب تبي جبن فيه جبن نسائي لا لا هات امسك ضبط الله يرحم والديك ايوه ترى خالص ايوه وين حقي خلص ما في خبز يا جميل انا الا انا خبزتي وين انا يا ولد شاعر تبي نصفته ولا لا تبي كذا ولا خليه زياده لا خلاص كذا والله عشان شفتي مستوي ايه ذي لا ذي اللي اول وحده حطيتها هي لا خذيك 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 ما كنا ما كنا خذيك وين يا ولد؟ شو الكاتشب ماين الصغير يا شوي؟ حقتي فن شو الفن؟ اذا ما تطرش ويقطر خلاص عارف ما تذوق العيش خلا دقيقه عاد سالك طيب في هذا المحور كله اذا انا سالتك فبترد ماني ما اسالك كنت تتكلم صعب وقتك وقتك طب اعطيتك رميت لك باص وقتك يا جاهل يا فسيقه يا لا فويسقه اسمها عشان انا كويتي وانت سعوديين بس اجبال الله انه ياخذ الجنه عرضها السموات الارض اهم شيء نفتك اطلع من عندنا بس رح رح الله يسعدك انت قد صح يا تمثال الحريه تفرع يدينك ليه والله آه. الجبن ترى ابلك حبطه هذه المن اي والله هذا مو زياده هذه مصيبه هنا ولدك زي زياد والله ليتك زي اظفر زياد زياد انت تدور الشغلوم الهايله ما نهو هذا الجماعه اليوم يا ولد قاعد تعطس ولا ترجع رحت ياما الطبيب اللي يداوي الجروحي رحت ياما الطبيب اللي يداوي الجروحي شرب ساعتك حط حطها هنا حطينا ما تاخذ حطينا خلاص خلاص اللي يبي يحط يا رجيل ترى الصف باقي احد يبي باقي تخلصت لا ابو علي توه ما اكل عايض تبا حط وين يا ولد طافي من ليش طفت حط هنا يا ولد مستوي انا مطفي انا مطفي مستوي يا اخي باقي شوف مستوي انت ولا تخلينا سوداء جيت لا 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 كذا بتطلع بيتك وحط عشان الشوكه ها تجي وش مشلي طبعا لا لا يا ولد هني ما في زيت ها هني اصلا قد افاصل خلها
لا ما راح توصل لك سيدنا بكره. لا مو مقلي مشوي هذا مقلي. ايه قصدك تجيك متبلة؟ ايوه اللي حق تسوي جاهزة اللي هي مشتة. ايوه اللي يجيك بالكرتون الاحمر. اوووه عرفته؟ خلص خلص هذا. لا يا رجال خلص والله خلص كذا وبعدها برد شاهي خلاص طعس حط حط الرواق. اوووه عشق اخطا اخطا سلمان وش؟ تفهم معنا قاعد ما قلت شيء ما قلت شيء بس قاعد تسقط على يا اخ ما سقطت انا قلت شيء اعتذر اعتذر ها اعتذر ايش بيش مو شي بيش شيء واحد هنيا هناك هو بهيا يا دبا وا وا شوي 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 بعد هل ما قلت علم اخيك وبيك عليه عنو هنيا هو يا بهيا وهي تبه هو وبس بس بس ايش في ذا ايش في ذا ما تعال اعطى خدمه معه بس وات بس ما في شيء ضحك يا غبي وقت ايش قال ايش قال ايش قال ايش قال الله على الله ايش قال ايش قال ده الله صمونه صموله يبي يبي صموله عصبه الله الله امورك ايه صمونه الله شوف التكفير لحالي كل ما قالوا يا ابو عشق تحب سووله وش تبي وش تبي وش تبي وش تبي بخاطرك ذي سوي لي بيض وطماط حطي لي فوق بطاط ماكو 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 سوي لي بيض وطماط حطي لي فوق بطاط ماكو 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 تعال شارك وش فيك الناقد ما راح يجيك ناقد 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 تعال شارك وش فيك الناقد ما راح يجيك ناقد 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 سوي لي بيض وطماط حطي لي فوق بطاط ماكو 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 دقري سوي لي برجر دجاج لا علي حرام النظره دي ماكو نظره جت قبل شيء ليه ماكو 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 هادي يا رجال اقسم بالله اني لا حط حاجه شوفوا جسمك كيف ما شاء الله تبارك الرحمن اكثر واحد ياكل في القريه لا 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 والله اكثر واحد انا اقول جسمك كذا بس اكثر واحد في القريه يسحبها في واحد هنا ياكل اكثر ايه انا اتوقع ما في اكثر من فيه للاسف هادي ثلاث ما كنت والله شوف بالله لا لا مو بو مرعي مستحيل قد طلعنا استاذنا احد يطلب 5 سندوتشات فطور عشان كذا ترى اعطوه جائزه تفطر مع النقاد يعرفون ان حتى الجائزه اللي استانس بها اكل دمتك 5 5 والله والله 5 يا رجال هذا لانك كنت تكذب يا هذا جزاك هذا جزاك لا لا عيوني الكاميرا تقول راسي الكاميرا راحت فيها يا عيال لا حد يجيها لا 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 تعال في هادي والله يجيها لا لا انت بجي بجي يا رجل ابو جابر ابو جابر لحق الجوع يا رجل جميل يود هذا شو وضعه النظرات جميل شو النظرات ذي لا بس اني مستغرب يعني انصاد اي والله اني صادق بالله انصاد هذيك الحق جميل اسمع تعال شوف شوف خذ هذا خذ هذه يا يا ولد ذي حرقت يا رجال تعال ماني مسوي هذه حقت عايض قلب قلب حقت عايض حقت عايض وش عايض مسوي ذا هذا ما نعلم يسوي كذا يا ولد بالله والله غلط باخذ هذه حقتي يا خلاص سكر يا ابو نايف ابو نايف ابو نايف سكر على ذي سكر ابو نايف ابو نايف سكر الغاز ذا معلم مكبوب وين عيال سكر يا كريم انا اشوف ابو جابر جاني يقول خذ الدجاج ادرى من تعال تعال بيني وبينك تعال ابي كوك والله انا بيني وبينك تعال نص تعبيها
ولد ها 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 ابو مرعب مرعب سلمان عطني كوب عطني كوب يا ولد عطني كوب نص تعبي سلمان دقيقه امسك سرعه امسك سرعه امسك سرعه امسك سرعه شق لا 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 طرا شقق هذا الشوكه مع جنبها الله ابو جابر ايش السر انت ما تاكل في الزاويه ذي ايش معنى ايش الزاويه ذي ايش فيها ابو مرعب لا والله انا اخذك يا حبيبي كل ابو مرعب ابو جابر اعطيك تحط الله يطول بعمرك يعني ما هذا من حبيبي ولا منك الله ياخذك الله يسعدك يا الله يسعدك يلا كذا خلاص خلاص في كتب انتهت انتهت الحكايه الجبن وين انتهت قصتك إن كنت احسب اني بطلها الجبن يا عيال الجبن سكر تراك مسؤول عنه لا ابو جابر يا محمد انا اللي اسرق الجبن انا والله العظيم لا تسرق جبن يا ولد انت 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 السبعين تتنافسون على بعض كذا يعني قسم بالله مو مرتفع من اول يوم قلب واحد وين قلب واحد يبغى مفروض من اول يوم مرتفع الاصوات مو بالحين خلص خلص غلطات لا بس داخل مطعم رسم انت ليه اسكت يا ولد اوه الله الله خلاص نادر نادر جميل جاهز لا انت السنافي والله صدق شوف يصب اخي والله قلب واحد ايه يا اخي سرب والله خلص يلا باقي احد باقي احد جوعان باقي احد جوعان في احد جوعان مين الجوعان مين مشروبي ولد مشروبي يا رجل خمس سندوتشات سرقها كلها خمس الحالة علي هبة الله كم سرق ذاك بياكل ابو عبد الله يبي يبقى منك يبي والله العظيم خلاص حطه تحط زيت حط زيت حط زيت حط زيت اصبح نعم نعم ارجع ها ايش فيك عظيم عظيم اركب حطه باقي جوعان ولا خلاص لقى تعال باقي جوعان انا 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 اي خمس والله انا انت دي السادسه يلا اطلع من المطبخ اطلع دال. اطلع من المطبخ اطلع اطلع اطلع, أطلع. كل خبز يسويه يسرق الغبي ذا ولد انت كم كليت 15 خبز انت ايش فيك انت اطلع اطلع يا طبخ انا اكتشفت اللي خلص المؤونه ذا طلعوه اطلع خلاص شربت خمس ما عاد ولا شيء امشي اطلع خلاص يا مسلم خلاص يا ولد يعني نجيب الاغراض اليوم تخلص بنفس اليوم ليه بنفس اليوم تخلص اطلع يا ولد خلاص اقسم بالله شيء يرفع الضغط اطلع اطلع فرصتك ابو راضي فرصتك يلا لا لا ابو راضي لا اقلب وجهك انت شابك برنامج اصلا خوينا تعال يا ولد لا خوينا لا 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 تعال لا خوينا حبيبك يا ولد خلا كمل ابو راضي قم يا ولد قم قم لا يتعرضوا لك هنا قمك بسرعه بسرعه شربه والله تشرب والله اشرب اسمع الابراضي اسمع ما قلنا يصير هذا اصل الابراضي فيه عاد شل عنه شل عنه ما عليك فيهم يا ابراضي فرصتك ابراضي فرصتك ابراضي سم ابراضي ترى هذا خبز هذا حمضيات هذا بطاطس برقع كل شيء هذا شاي كل شيء احنا مخلصين الله يكثر خيركم ان شاء الله اكيد الله يكثر خيرنا ما كل خمس الله يسعدك تبي السادسه ولا لا شبعت ولا عادك جوعان تبي السادسه ولا لا عزاي علي عساف عزايا وشاك يا براضي يتعوذ من الشيطان عزايا وشاك تنزل مايكك لا تنزل مايكك يا ولد لا يا براضي لا 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 راجع لا لا راجع, 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 راجع ان شاء الله راجع 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 يا براضي راجع تكبر يا براضي يا براضي لا 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 ل
لا 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 يا ابو لا 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 شباب لا شباب انا ما دخلت البرنامج الا عشان قوه الرجال شروك ما دخلت البرنامج الا عشان قوه الرجال شروك هذا المايك شروك الطيب يلا تعالوا مش عندنا عادي بالراضي ومش على بن مرعي ليش عاد نزل مايك وهادي بالراضي نزل مايك سلمان الله ينزل مايك كان معكم مشى التبديلي من شباب الاستديو مشهد تنزيلي يضر على ايش العدائيه حاكي هذا محور بكره حاكي شد الجوع يا لا 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 الو الو السلام عليكم ابابا معك مشهد تمثيلي مشهد تمثيلي لا تصدق احنا اخوان احنا اخوان ما تفرقنا برجر ما يفرقنا برجر والامورنا زينه ما في سالفه كويتي سعودي كويتي سعودي 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 كويتي كويتي ونصير لك برجر احنا الله عليك ولا واحد يعيش يعيش لا اسوي لنا برجر لا تصدق لا صمونتي هذه حقك صح ودي ودي اقنص سألتك بالله شيء ممكن تروح ممكن انك تخف شوية علي لان انا ما اي هذا كلامك يؤلم وش سويت انت سويت لهم سويت شيء انت اليوم؟ لا ما سويت شيء اليوم اعوذ بالله لا قول الصدق قول الصدق منجا حاولت اني اجهز السينما لكن تم الكشف المشروع لا خل محورك اللي اليوم انذكر سويت شيء الحين لا اعوذ بالله منعتهم انهم ينزلوا مايكات لا خلاص هذا نحتاجه محورك بكره عندك تنزيل مايكات من باب العدائيه وان احنا ندعي الشو وندعي مثاليه هادي بالراضي مشعل سلام الله يا هذول يصنعون الشو البايخ حلو وفيها الصناعة أهم شيء إيه و استعطاف فادي إيه استعطاف اللعب بالنعمة واللعب بالنعمة والحمضيات والله لعبوا كم كل شيء إيه وعندك اللي هو الاستعطاف البايخ بايخ فهمتين الاستعطاف البايخ والشو البايخ الموضوع الثاني عندك يرمي الحذيان الله يكرمكم عيب عيب على أخويا مشعل يرمي الحذيان على أحمد حنيف عيب ومحمد آل دنعي يقدر ليش؟ شوية هو شيء قدام شاشة يعني ما يصير أنا ذنك شوية في نقاش لا حين صدق حين صدق أنا كويت والسعوديين يعني أيوة أيوة أوكي خذ راحتك يا يخرجوا الناس ويدخلوا الناس ويبقى كرك نادر أشوف عندك لا والله لا 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 لا, لا. جاك خلاص الله يصدر بك كرك أبو لايف ما أتوالى مرض كرك ما يرد الكريم إلا اللي لا عرفت عندك الحين ثلاث محاور تقدر تاخذ كرسي وتتفضل عندي لك تسليمه تحت الهواء تفضل اي مو بهنا تسليمه تحت الهواء والله لازم ننزل لازم ننزل اي على بعض الامور اللي حصلت الفتره راحت الصراحه كانت الله لا يهينك ولا والدفاني ابشر والله مساعدك والله يعني منظر مخزي هذا مشعل ومنظر يضر العين يعني عيب عيب ان الناس جالسه اهل ايش ذنب اهل اللي ورا الشاشه ذنب اهلي واهلك نعم مو ذاك اليوم قلت راح نورانا اهل ورانا اهل انت كنت قبل لا تدخل البرنامج ترمى عليك الشمغ الله ثم الطالب وغيره راح يرمي عليك الحذيان لا والله والله ما يصير مره ما يصير عندك المحور فيه انا اجيب لك محور المحور الثالث المحور الثالث ترى تسبب ازعاج في غرفه النوم مما ادى الى تاخر نوم المتسابقين مما ادى الى تاخرهم عن انهم يسحبون منو؟ اللي هو مشعل وصالح البلوي صالح البلوي ترى هو اساس المشكله إيه؟ هو يتوشح بالعقلانية ولكن ما في داخله هو الشيء الغريب في غرف النوم؟ نعم كان في معهم في فيديو لها؟ وكان معهم في أحمد, فيديو أحمد حنيف معلش ولا قطعك ولكن موجود فيديو في كاميرات المراقبة في حال تم السماح لك بأخذ نسخة منه نعم إذا فيه والوقت الوقت متى الساعة كم؟ تقريبا الساعة 9:36 دقيقة بعد يعني في كذب أصلا من قبل إيه الحين راقدين الساعة كم؟ 8 8 حلو عندك عندك في محور انا لازم انك تتكلم فيه اللي هو
عن شخص اسمه جميل. لا ذا ترى كويس، ذا جاء ما يكفي. دقيقة، إنه المحور مالك إذا في شيء صح فعرض بيضة يعني المحور اللي جاب التلفزيون جابه احنا أغبياء إنه جاب التلفزيون، بس أكيد إنه شغل فيلم. كيف شغل فيلم؟ عن طريق جوال. الآن نرجع لكاميرات المراقبة، ممكن نلمح أي شيء ويدل على أن إذا دخل واحد من الغرفة الثانية اللي حط فيها التلفزيون كان مراقبة جيب، إذا دخل ولف راسه أعرف أن الفيلم شغال، يعني دخل ويطالع صح؟ إيه؟ يعني هذه بالذكاء. نعم. إذا حد مشى سيدة أعرف أنه ما في الشاشة جابها وفشلت المهمة، بس إذا حد طالع يمين ولا ركض بسرعة عشان ما يقطع الأخوية أعرف أنه عشان ما يقطع ويبغى يلحق اللقطة. وأكيد في إثباتات تدل على أن كان فيه أنا فيلم شغال. شوف معك حق. لا لا أنا أؤيد أنت سبب أنك جبت التلفزيون، لكن السبب التشغيل التلفزيون اللي أدى إلى فعل ذلك جاب التوصيل يسحبها. هذا أحد أسباب تشغيل التلفزيون. أنا أشوف أن أرقوز شخص يمشى بالريموت من جميل عتيبي، جميل قائد لا التحزبات. أعوذ بالله لا أعوذ بالله فيها جميل قائد التحزبات. أعوذ بالله شف بطل حقيقة. قليه الله قليه الله. إذا جينا نتكلم عن المنظمات السرية سواء كان عملها جيد أو غير جيد، فراح نتطرق إلى أحمد حنيف. كيف انا راح اقول الموت خارج القريه. انا راح اقول لك يا سلام عليك. الله اعلم. يا سلام عليك. اكيد احمد حنيف لديه مستشار داخل المدينه اللي احنا فيها. تتوقع اني بقول داخل القريه؟ لا اعوذ بالله. وضح سؤالك. خلني بقول لك وضح سؤالك. خلني بشوف ان المستشار هو يلقي التهم على ان احمد حنيف لديه مستشار، ولكن أنا أقولك مستشار وهو من يقوم بالتحريك. أحمد عقلانيتك وكل شيء وجديتك تعرف من هو اللي عنده مستشار داخل الرياض؟ سلام عليك. عنده مستشار ويمشي أفكار على الشخص ويأيدها، والشخص يستغل حب الأشخاص اللي حوله له يمشي مرقوزات سيد. بس انت بصفتك يعني احد النقاد العظماء ان شاء الله ما ندري الاسبوع هذا حلقتك انت لازم تدخل لهم ثلاث محاور انت تستخدمها. قول انا ماني بحي الله، انا اجي اشارككم المحاور، انا عندي محاور، انا اجهز محوري بنفسي. ممتاز. بركب قلم الهند. ابشر تعني فدوتك. خلاصة تاريخ الفلسفة، أنا ليه بخليك تكتب هنا؟ لأن كلامك عبارة عن فلسفة في النقد. سم فلسفة ترى ما بزين. لا فلسفة هو سوى نفسه فاهم وجاب. سم وش ناوي تكتب الآن؟ فلسفة بناء 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 أنا بستخدمه بس ما عرفت حطيته. يلا وش تبي طيب؟ المحور الأول. اكتب هنا اكتب هنا الكتاب كتابك كتاب كتابك القوس قوس وسام سامك. المحور الاول حلو. وش بنلعبك سو مستشار؟ لا بعلم مستشار جاء هو فعلا نكسو بس ليه ستة مش القحطاني مستشار جيم عين. لا اول شيء هو ذي تكتب برجلك انت وليتك. لا كله بس لا طلع. لا اصابه مشعل كذاب. الاصابه الكذاب ولا هو الكذاب؟ اصابه مشعل الكذب كذاب. حلو لدرجه ان امس بالامس توقع امس صح امس كان كرنفال. امس البليجرو داخله يعرج اليوم يلعب عرضه. ايه شوف مع انه اخذ كريم في فيديو من شخص بس ما اتوقع ان في كريم يشتغل في ساعه. كريم انا كريم كان انا الكريم انا الكريم استخدمه لرقبتي يعني. طيب. انا يلا يلا مش لا هذا كريم للقدم. هو ملي ايش اسمه؟ لا تقول اسم العضلات. يا سلام. مرخي العضلات. يا سلام. سلمى هو عنده التهاب. اعطينا ازاله المايكات. اعوذ بالله كيف سوى؟ ازاله مايك من ازله أساس بالأزل تعاون
إزالة مايك. طيب هذه استعطاف بإدعاء الشو. استعطاف و لعب بالنعمة والعياذ بالله. والشو بالنعمة كأنك تخلص عن مربع باب الشو. في فيديو بكتب فيديو باب ومن باب الشو بكتب هنا شو. لا لا اكتب هنا بحثا عن الشو. بحث عن الشو حلو. طبعا سلمان تعاون حط كذا يعني زي كلام تعاون مايك مشعل. مشعل عاد مصايبه واجد. ايش ذا يا اخي طالع يدور شو رمي حتى الحذاء والعياذ بالله. احمد ودنع انا اكتب لك المحور هذا رمي يحذفهم بالحذين يحذفهم لغه عربيه رمي رمي الحذاء. لا رمي فيه نار لازم يكون فيه نار. رمي والحذاء انت على الاشخاص اشخاص على الاشخاص والفقومه تراهم بالخمس مما تسمع اسمع هذا ايش المحور هذا ترى ينطبق تحته اثنين. انا وشي ما احترم احترام صح لا ولا احترم اللي ورا الشاشه فعلا هو اهالينا. الشيء الثاني سرقه الكاميرات اللي يعني بارميكم ابغى اقطع السالفه اللي انتم فيها عشان تجيني الكاميرا وزياده على كذا نفس المحور اللي تسولفنا عنه ان يوم صفك يعني بجذب الكاميرا وزياده على كذا يعني انا بطلع هنا انا بصدقني توك تستوعب هذا يا ربي اي غدركم لا راك يعني احنا هنا مصل عن النجوم معناته انا بطلع لي اعلامي. طيب اذا طلعتها على الساحه وش فيك الاعلامي احذف النعول في الشاشه ما يصلح الكلام يعني ده المفروض ما بيكتب النجم لا حذاف الحذيين هذا اللي بيصير يحذفون بالحذيين بالحذائين سجل عندك هذا المحور فيديو والله في فيديو سجل عندك هذا المحور اتمنى اللي ماسك فلاش باك سجل المحور انت انت تروح تجيبها انت تخش تروح لا طلع لي الفيديوهات ما طيب سجل هذا المحور عندك في جميل العتيبي انا في وجه اي دقيقه عرفته اسلم جميل العتيبي جميل واحمد انا اكتب معه كان فيه جدل هذاك اليوم اكتب وان جميل احمد ريموت خارج القريه مالك انا بفهم هناك ومن هو الريموت هل هو حرف الواو ام حرف السين ام حرف الراء لا نعلم من هم ذول لا نعلم لذلك هنالك ثلاثه احتمالات ما في اسم يبدا حرف الواو ام حرف اما لو بي اوميجا وش ام وش ريموت خارج القريه بتغني صح الريموت واضح عند اي حرف خلاص إيه؟ انت حط حرف ال والواو والراء من هو الواو قفل المايك خليه انا ذاك اليوم بقيت قفل دي قفلت طيب اكتب محور دنعه يقفل المايك في البث دون احترام انا قفلت يا ابو حي لا شغال عشان بس انا اللي طفيت انا هو اللي طفى افاض لا ما طفيت انا شغال والله انا افاض طقطق علي شغال معليش اسمع اسمع محور دنعي اكتب المحور ذا جميل العتيبي شغل فيلم ليلة صباح اليوم وعندي الدليل ايش فيك؟ ما بيني وبينك امر شخصي يوم تطلع علي زي كذا اكتب اكتب هنا اول محور دنعه يغلق مايك دون الاحترام لما اكتب في خلف الشاشة الله يستر عليك لو سمحت آمر تفضل ها عطى عطى حذين حذر ما ينديك ما ينديك للوراء الدر لا 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 لا
ايوه 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 جبنا سقراط محمد بكره عنده يكتب سقراط بكره بكره ايش عندكم بكره وتشوفوا الله اكبر عليك الله معليش في هنا امور معك الناقد الان محمد والله الناقد محمد بن عاي قاعد يكتب محاور على حس على حس يعرفون المحاور وش لقبك الاعلامي هل هو الاعلامي او صانع المحتوى او النجم او حداف الحداف الحذين شو اسمه بدون تسريب ارجوكم رجاء بصفتي الف حاء كتبت المحاور معه ولكن بصفتي احمد حنيف الان محاور ذي كذابه هل انت عديم شخصيه درست انك تقلد النقد ممكن تسكت شيل الف حاء ايش يقول عنده اثبات ان جميل عتيبي شغل في الف حاء شيل عن جيم ميم 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 سوف يتحدث ما عندك شخصيه قلدني لدي اثبات ملموس ملموس اثبات ملموس يعني موجود الاثبات ان احمد وجميل وهادي قفل لا 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 على الهواء على الهواء على الهواء لا لا ترى هم قدام ما علمكم قدام خليك ذكي لا تصير انت عاد يعبيك كل من جاء دفك على موضوع مين مين بتتكلم عندي دليل قاطع في فيديو ايه خلاص انا كيف في فيديو حبيبي كيف في فيديو معناته معك جوال لا شيء ملموس مو فيديو حلو فيديو صورة شيء ملموس ان المتسابق محمد الدرع مع جوال هبت الله عليك طبعا هذا محور ان اتهام باطل لا لا انت الحين متسابق ولا ناقد ها انت الحين انا ناقد انا الحين متسابق بكره افعل النقد اني ناقد لا لا هذيك حركه اجلد لك ميمي اجلد يجلد محمد الدرع على طول ميم دا انا ايقن شيل هذا المحور اشكال واسمع هذا شيء اسمع رده ها هناك شخص منا يسيره او لديه مستشار في منطقه الرياض يبدا بحرف ايش المستشار يا اخي يا اخي ايش دخل والمتورط في ذلك منهم هذا جيب خذ التصريح من جيمنون في واحد هنا لديه مستشار احيانا داخل القريه واحيانا خارجها يبدا بحرف وش وابقى تتوقع مين حبيبي شيل مني وابقى لدينا اسمع لدينا شخص هنا لديه مستشار لدينا هنا شخص لديه مستشار خارج القرية ويستشير في كثير من الأمور فيها في شيء ديزا أحيانا شي؟ يكون داخل القرية والله دوري يبدأ لا لا ويحفزه على ارتكاب الأخطاء أعوذ بالله شيك طالع فيني يوم قال يبدا بحر الاسم الاعلامي له عين دال عند عند من عند عقي اتى هنا ويدعي المثاليه شيلبي شيلبي يا خلوه انت وشو متسابق اسمه هراء هر هرنت حد قال انت تسابق اسمه هراء طيب يحب لا مو يحب لا 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 قصدي شيء يعني افضلك تبيني بالهواء لا 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 يا غبي طول عمره لا 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 قصدي لا 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 كنت اقصد وشو استبق الاحزان وكب عشاك الفجر خذ اول مخرج ولخبط مشاعرهم وقل له احب اهلي طيب خلاص خلاص السلام عليكم بس مو انت اللي تقصد هاره
هر هر كان مع سين قاف. سين قاف ورضي أنه يصوره سين قاف وأنه قال سوف أذهب لأمي وذهب لسين قاف. أعوذ بالله يعني بهذا المحور ما زينة هذا يديك تبحر فيه. سنعك نسنعك ما أقولك إيه عفسك أقولك يلا شيل هذا المحور شيل أعوذ بالله. أربعة متسابقين دي أنا شلوا جهبوا أنا عندي محور ذهبوا إلى غرفة بعد البث ما تخاف من الناس الموجودين احنا ترى مكان عام يا ادم ايه العرب اللي حولنا كان انا اخاف من اخاف وماذا اخاف انا الذي نام الزمان على صدى اوتاري وانا مفاتيح القصيده في يدي من قبل بشار ومن مهياري وانا جعلت الشعر خبزا سائغا وجعلته ثمرا على الاشجار سافرت في بحر النساء ولم ازل من يومها مقطوعه اخباري واي الله تحط يد على وجهه تحتاج تمشي كذا وتجلس تقعد تبكي جاء عندها جلست عندها قال صغيرتي قالتها قال إن السفينة أبحرت قال صغيرتي لا إله إلا الله قل عليت عليت لا بليت عشان كلمة ذي لا أني عشان أتذكرها بمجرد إيه قال صغيرتي قالتها قال إن السفينة أبحرت فتكون بك حمامة بجواري وتبكي ما عاد ينفعك البكاء ولا الأسى لقد عشقتك اتخذت قرار خلاص ايوه ياخذها روح يسافرون سافر كان هو نفس الرحله فقعدوا مع بعض وكذا فجات بينهم يعني حب عفيف حب طاهر حب يعني احباب مرت الايام جاء بينهم مثل ما يصير بين الاحبه دخل بينهم الوشاه وخربوا عليهم زعلوا عليهم عذاب ايوه فكانت بنت الاجواد ذي مداومه بالجامعه جاء عندها قروبها صديقاتها علمينا ايش بينكم قالت يا اخي خلونا اغيروا الموضوع يا اخي قال صدق علمينا ايش بينكم قالت لكم دخل قالوا لا قالت عاد خلاص مو بلازم اعرف ماذا لو عاد معتذرا زي سؤالك قبل شوي يكلمون الحين هم قد زعلوا قالت ماذا لو عاد معتذرا بلا غير الموضوع هم ينشبون لها قالت ماذا لو عاد معتذرا اي ظنني لعبه بيدي خذوها مني انا لا افكر في الرجوع اليه هو تزعل ويتكم لا غيرت موضوع جيتكم متطنقر خذوا ثلاث أيام أربع أيام اللي هي جاية مقبل من بعيد قال ها الحبيبة قالت تعالوا عندي لكم علوم جديدة جمعهم من جديد قالت تذكرون قبل يومين قبل الويكند يوم تقولوا لي ماذا لو عدم اعتذرا قال لي أذكر وقلتي إن أيظن أني لعبة بيدي أنا لا أفكر في الرجوع إليه قالت خذوا اسمعوا اسمعوا جديد هم يتقربون قالت اليوم عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيهم يتغامزون قالوا لي وش عنده كم لي قالت ليقول لي إن رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه قالوا والله أكبر ها وش بعد ترجعين ولا لا قالت حمل الزهور إلي قالوا أيوة قالت حمل الزهور إلي كيف أرده قالت هو تقولين قالت حمل الزهور إلي كيف أرد هو صبايا مرسوم على شفتي يا ربي قال ها بشري قالت اسمعوا ما عدت أذكر والحرائق في دمي كيف التجأت أنا إلى زنديه خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه قالوا ايوه قالت حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به ورقصت على قدميه قالوا ها اسلمي علمينا من الآخر يعني قالت خلاصات فسامحته وسألت عن أخباره وبكيت ساعات على كتفي قالوا مو بنت تقولين إنه ما هرجع قالت كم قلت إني غير عائدة له ورجعت ما أحلى الرجوع لي وجو الله وسلامتك سلام ربي يا ربي ها أخذها جديدة أخذها حصرية أيوة اسمعني ترى طمرت فيها بعد كثير عشان بعلمك والله عشان, عشان عشان اسمع منك اسمعني ابو شاره انا ما بعلمك انا نفتح موضوع جديد على طاري السالفه ذي وسالفتها الواحد اللي منك حبيته او اغليته
فمهما راح مهما وجعك تشوفه حسن عتبتك، لكن بعض الوجع عمى. لا وما الوجع ما يقبل، بعض الوجع تبد يطر تبطر. انا تعبان يا سارة. ابشر بساعدك الله يوفقك. تعبان. ايش فيك؟ انت انا اللي احنا نستمد قوتنا منك. احتزم والله انت احتزم وانا ولد ابوك. كوهو. ايش متعبك؟ انت قلت تستمد قوتنا منك صح؟ والله العظيم منك تعب. عليك زود اسمعني اول ابو جابر اول ابو جابر يسالني. ها. يقول يا اخي انت. انا جاءت زانت السوالف والله اني مره بك ادخل داخل. لا لا ما تدخل. ابو جابر اول يسالني. يقول انت ليش كل شيء يثير فيك؟ ايه ليه؟ يسالني والله انا يسالني ولا سمونا عندنا في مصطلح في جماعتنا سخيف رهيف على قولتهم او رهيف ليه؟ يا اخي ما هو ترى ما هو ضعف. لا والله ما هو ضعف حشوم او انه ما عليك زود، لكن انا بقولها كذا يعني صدق ما هي ضعف ان الواحد يبكي او الواحد يحزن. والله يمر علي موقف في هذا البرنامج اني كنت اتوقع اني ما اسوي الامر ذا نهائيا. خابر عمدا عم دخل علينا العام جاء ربيع وضف جنة ان شاء الله، هدخل يرحب ويضحك وابن اخيه ولد اخوه يضحك معنا وانا صافي من جنبه، دنع هنا ماسكني وانا ماسكه ويرحب بعمه. والله ان دموعي متغارقه يا اخي. نوب الواحد يبكي من فرح، يبكي وش يقول سعود الشطيطي؟ يقول دمع ان كان دمعتكم، يقول دمع ان كان دمعتكم من فرقه مردت حزين، وان كانها من فرح دمعتك يزينها. انا اشبه كل بكى هذا، لكن ايش يقول الاول عشتها والثانيه وينها؟ حقت دموع الفرح. قد بكيت دموع الفرح؟ اي بالله. تبيني اقول قبل ولا هنا؟ والله كثير في البرنامج. والله اني بكيها يوم رجع سلمان وهذه. والله نزلت مني واحده وانا ورع. فرح. يوم هو الموقف ذاك اللي يوم علمتك ذاك اليوم. والله يوم رجعت الوالده فراحت منه هي خلاص قلنا بنموت اجل الله سويت عمليه ورجعت وغيره والله ما اذكر يعني الله يرحمه. اصلا اصدمك يمكن سنوات عاد ما اقدر احدد لك سنوات ما قد احد شاف بدعمتي. ليه يا ابو سام؟ شوف هو هو هو, هو اسمع انت اسمعني قاسي قلب. لا لعل له عذر انه انت تلوم. اسمعني اخي انا بسالك الحين، هو انت قاسي قلب؟ اسمعني ولا ما عندك؟ يمكن اكون انا حجر، شفت حجر ذا قلب مثل الحجر ذي يمكن. اي انا ابيك تبرر. يمكن شوف انا اؤمن ايمان تام كل شخص له كاركتر خاص فيه. كلام. يعني انا اجيك اقول يا عبد الرحمن وش مضيق؟ كم مره جيتك وش مضيق؟ اليوم قال لك ايش فيه خاطرك؟ شفت؟ انا ما ابي احد يقولها لي. او لو تقولها لي ما راح انا ما اتكلم. واؤمن ايمان تام انك لما تتكلم تفك اللي بخاطرك. وأؤمن إيمان تام لما تسكر الباب على نفسك ثم تصيح كأنك ورع نكتك إنها تفك لخاطرك ثم تقول خلاص كذا طلعت تضحك ناشبة. تلقيت ناشبة هنا ممكن لها شهر بس أنا ما أسوي كذا. فهمت؟ متى أنا طالبك تسوي شيء إذا كان يعني شيء عقدي ولا شيء قومي ولا أما شيء خاص فيني فأنا هذا كاركتر حقي. طيب أنا ما أحب كذا، أنا ما أسوي كذا. أنا جاء توفى أخوي قبل سنتين اسمع مني الله يرحمه وكان يحبني كثير يعني لك واحد من أخوانك يحبه كذا كذا فكان يحبني جدا. دفنتها بيدي هذه ثم يدي ولا أحد منهم شاف دعمت مني. أخو أنا أؤمن إيمان تام الأخو أغلى من الأم والأب كفقد الله يرحمه. أحد شاف مني دعمه هم معناته أنك أنت أنها ضعف. لا طيب أنت أنت أبو سارة تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام بكى. الرسول يتعود ان من قلب لا يخشع وعين لا تدمع، لكن انا اقول لك يعني انت ممكن تشوفها في الشخص ذاك تقول ليه تلومه ولا ما تلومه؟ لا ليه الومه؟ يعني عادي. لا لا ما الومه. في بعض الناس يقول يعني يقدر محيط اللي حولي اشوف واحد زي مثلا مثلك كذا سخيف ما يقاومها لا يراي تنزل. تقول اني سخيف ارنك الحين. لا سخيف مو بسخيف. لا سخيف يعني رقيق. طيب رقيق القلب رقيق 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 عين تطلع يا ولد. فهمت؟ يثر فيه موقف طفل. انا ما ادري قلبي معجب
اسمعني انا السخيف انا اللي جالس معك فهمت المقصد؟ واحد من اخواني الله يطول عمرك زي كذا يعني يا اخي والله انا 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 مره بمره تمسك في الزاويه هنا برنك لا تمسك في دراسك ابو عبد الرحمن لا تقول في دراسك يعني ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن هذا المدينه راي يجرب يطول عمره يقول انا اذكر قصيده اخي ابي قصيده لا انا بقول لك قصيده قول قول يعني بيك تحاك خلني اسكت لا اسكت لا تتكلم اسمع مني يقول وش يقول يا ابو شعر والله ما ادري يقول قرب الاذان يقول تدري وش يقول 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 سلطان الهاجري ايش يقول لا مدري خبر جاف انه دمع عقيم لا مدري يقول يقول مدري خبر مدري بطل مدري ذكي مدري بليد بس المهم من العنود اللي دعتني جيتها ونجيتها عقب التعب والليل والبرد الجليد اقول يا ليت الليالي كلها يا ليتها يا ليتها لذة شقاها للشقي ولذة سعدها للسيد ولذة منها الجمرة اللي في يدي ضميتها افقم واذن كان تبيني اذن عنك اذنت عنك والله هون متوضي لو بذن بظهر ها بذن جاء ربي تقبلنا عنده جمع بودكاست بطران هذا بودكاست هذا سؤال اقسم بالله انك يا اخي نجح فقره يا اخي قول احسن بودكاست قل والله نجح فقره يا اخي لازم اني اقول لك لازم نجح فقره هل لازم اني اقول المكان فيه تنجح المكان اللي انت فيه يصير احسن مكان الكلام ذا احسن شيء الكلام ذا سمعناه واجد سمعناه واجد لان هذا حقيقي انا قصدت نعم الله سبحانه وتعالى اخذ القبول ثره في ناس وانت من ضمنهم الله يجعلنا مقبول حاجك ربي قبوله من إلى الله يجعلنا مقبول عنده عند خلقه قالوا لك اذن ايه اسمع هذا انا اذن يا الربع قوموا وي الله أكبر الله أكبر الله